الآن فيما إذا لو الأحزاب طلعت مرشح ما يتم التوافق عليه طبعاً، يعني ماذا يمكن أو ما هو الموقف الذي يجب أن يكون؟ هذا إذا كان هيك شيء يعني راح يعالج خطأ بخطأ. أول إحنا ليش طالعين؟ إحنا طالعين حتى رافضين ورافضين ترشيحهم. الكتلة الأكبر هي الشعب، ويجب أن يكون المرشح من قبل الشعب، وإلا إذا اختارت الأحزاب مرشح من قبلهم فهذا كارثة راح تصير. إحنا رافضينكم أصلاً جملة وتفصيلة، يعني منجيب لواحد من أحزابكم جامعة بغداد اللي سمعناه اليوم أنه رئيس جامعة بغداد أنه اليوم يطرحونه يكون رئيس جمهور رئيس وزراء أو غيره، كله مرفوض. ما نقبل إلا يكون ممثل من الشعب، الساحات هي اللي تفرضه وتقبله بعد أن يعطي تعهدات للشعب. زين، الآن هل تشعر أن القوى السياسية عندها جدية بترشيح مرشح مستقل يمثل إرادة الناس حتى تقدر تحافظ على البلد، أم أن القوى السياسية ما زالت متمسكة أنه هي تريد أشياء تخدم مصالحها؟ للأسف الشديد يعني القوى السياسية لحد الآن تماطل وما جاي تطرح مرشح مستقل. بين ثار وأخرى يرشحون مرشح مستقيل، لا مستقل يستقيل من حزب الفلاني ويريد يرشح، هذا مقبول هما مقبول رفضناه. لحد الآن ما شفنا جدية عند الأحزاب والكتل السياسية أنه يفرزون مرشح مستقل، مع صيحات المرجعية اللي طالب هذا الشيء والشعب كله مطالب، ما شفنا جدية أبدا. وهذا الشيء بالتالي راح يجيب نهايتهم، الشعب جاي يزداد وجاي يزداد قوته، وإن شاء الله نطيح بيهم.